اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكلة تفعيل السماح للإخطارات. نقوم بالضغط هنا على تطبيق إيمو، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإشعارات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الرسائل المجموعة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على السماح للإخطارات. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بتفعيل السماح للإخطارات. هكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم فيديوهات القادمة إن شاء الله.